وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال السيد خالد المسقطي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس 32 اجتماعا أنجزت خلالها 18 تقريرا. في الفصل الماضي من خلال 23 اجتماع أنجزت اللجنة وقدمت 18 تقرير إلى جانب تقديم آراء اقتصادية لباقي لجان المجلس، والتي كانت تتعلق حول الجوانب الاقتصادية لمواضيع مطروحة لدى تلك اللجان. نعم. وعندنا أيضا كان موجود في هناك طبعا في مرئيات بلغ عددها اللي هي 6 مرئيات، يمكن من أهمها اللي أنا أحب أن أتطرق إليه هو كان تعديل قانون التعقل، واللي طبعا جاء مواكب للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد الفدة حفظ الله ورعاه، وكانت يعني من ضمن الحزمة المالية والاقتصادية اللي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا واللي كان على مستوى عالمي. أيضا يعني من أهم مشاريعنا اللي احنا نظرناها خلال دور الانعقاد الماضي كان هو المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2019، واللي طبعا جاء بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الانتاج بين حكومة مملكة البحرين، واللي كانت هي ممثلة طبعا في الهيئة الوطنية للنفط والغاز. نعم. وشركة إيمي البحرين، إلى جانب أيضا اتفاقيات طبعا أخرى دولية كانت هي بين مملكة البحرين وبعض الدول الصديقة.